السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الأعزاء، طلاب الفرقة الأولى شعبة اللغة الإنجليزية في مادة الأبلايد ماثيماتكس أو الرياضيات التطبيقية. إن شاء الله في الفيديو ده هنقدم بشكل مختصر معنى الميتريكس والميتريكس الجبرا، إزاي تعمل آد جمع مصفوفات، إزاي تطرح سبتراكت مصفوفات، وإزاي تضرب مصفوفات. طبعا في نفس الوقت هنبدأ الأول بتعريف المصفوفة. يبقى الديفينيشن وات ذا مينينج أوف ذا ماتريكس إز أ ريكتانجلر أراي أوف ريال نمبرز. يبقى في الأول نقول بشكل مختصر المصفوفة مجموعة من الصفوف والأعمدة. طبعا الماتريكس هاز نيم، بيبقى الأبر كيس ليتر، بيبقى عندك زي الأي كابيتال أي هنا، وبعدين ليها سايز النمبر اوف روز النمبر اوف كولومز. الماتريكس اللي قدامنا فيها النمبر اوف روز ايكوال ار والنمبر اوف كولومز ايكوال سي، يبقى السايز اوف ذات ماتريكس ار باي سي، او حجم المصفوفه ار في سي. Inside the matrix elements for each element you have position or location based on the row and the column. يعني كل عنصر في المصفوفة، كل element based on the position. يعني مثلا أول element في أول صف أول عمود بيسميه A11، يبقى ده ال name of that element. ليه position، ليه name to be able to identify، عشان تحدد ال element تحديدا في المصفوفة. فتم الاعتياد على دايما بيبدأ بالصف وبعد كده العمود. يعني مثلا نبص كده على الاليمنت ده A1C، بدأ ب1 للرو وC للنمبر اوف دي كولوم اند سو اون. A21 يبقى في السكند رو الفيرست كولوم اند سو اون. يبقى فيرست ديفينيشن ريكتانجلر اراي اوف ريال نمبرز، هو عباره عن مجموعه من الصفوف تحوي اعداد حقيقيه. بالتاكيد الاعداد دي بتعبر عن خصائص معينه. اهم حاجه الماتريكس ليها نيم، وكل element جوه الماتريكس ليه نيم according to الرو والكولوم، وليها سايز ار باي سي. في طبعا نوع خاص من الماتريسيز او المصفوفات، في منها انواع خاصه. الحقيقه ممكن على جنب كده سريعا نقول two types of matrices مهمين جدا في الكورس بتاعنا هنحتاجهم. النوع الاول بنسميه المصفوفة الوحدة بالعربي او الايدنتيتي ماتريكس. يعني مثلا assuming الماتريكس اي دايما بتاخد النوتيشن اي، الاي ايكوال، ويبقى عندك النمبر المين الدياجونال فاليوز 1، يعني 1 assuming 2 باي 2 1 0 0 1. دي مشهورة جدا، بنسميها الايدنتيتي ماتريكس او بالعربي مصفوفة الوحدة، يعني السايز 2 باي 2. طبعا all the time the identity matrix is a square matrix. ده نقدر نقول النوع الاول المصفوفات للسكوير ماتريكس. لو عندنا مصفوفه S، هنا ال S number of rows equal number of columns. دايما لما يكون عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمده بنسميها السكوير ماتريكس، 2 by 2 3 by 3 4 by 4 and so on. يبقى عندك لو number of columns equal number of rows بنسميه ذات السكوير ماتريكس. يعني تبقى عندك هنا مثلا 2 by 2 whatever the values inside assuming that 1 2 3 4 the values of that element is 2 by 2 or 3 by 3 and so on. يبقى اول نوع من المصفوفات مهم جدا هو السكوير ماتريكس. السكند تايب هو سكوير ماتريكس but you have a special case انه الدياجونال elements equal 1. تبقى عندك المين دياجونال المين دياجونال values equal 1 وال of diagonals equal 0، بنسميها الايدنتيتي ماتريكس. طبعا في نوع خاص تاني الزيرو ماتريكس. الزيرو ماتريكس هنا all the elements inside that matrix equal zeros. It's not necessary to be square. يعني مش لازم المصفوفة اللي هي الزيرو على square، لكن anyway if you have all the elements equal zeros then we name that a zero matrix. Okay. طبعا الزيرو ماتريكس corresponding to a zero in the real numbers زي الصفر الأعداد الحقيقية، والIdentity matrix corresponding to ال one in the real numbers. لكن ده اول يعني لازم ناخد بالنا من السبيشال كيسز دي، انه السكوير ماتريكس عدد الصفوف بيساوي عدد الاعمده، الايدنتيتي ماتريكس هي سكوير ماتريكس لكن المين دياجونال. وناخد بالنا احنا هنا بنتكلم بالانجلش، يبقى المين دياجونال من ليفت اب تو داون رايت، والانذر كيس او انذر سبيشال كيس اوف ذا ماتريسيز اللي هو الزيرو ماتريكس ذات اول ذا اليمنتس ايكوال زيروز. طبعا في يعني many special cases of matrices according to the application، لكن الحقيقة احنا يعني كل ما احنا بنشتغل مع بعض بنحل في المسائل، لما نلاقي في نوع مهم من المصفوفات هنتكلم عنه مبدئيا، ده اللي خلانا نتكلم على السكوير ماتريكس والايدنتيتي. هنحتاج ده ان شاء الله نتكلم على الانفرس ونتكلم على المالتيبليكيشن اوف ذا ماتريسيز في حال ضرب المصفوفات وايجاد الانفرس. كلمة الانفرس اوف ذا ماتريكس هنترجمها بالعربي مقلوب المصفوفة. يبقى اول بوينت في ماتريسيز لازم نعرفها تعريف المصفوفة، وليها نيم، ليها size، وكل element ليه position accordingly you have a name. يبقى هنا مثلا A capital، يبقى ال elements small a، لكن في subscript
اوكي، في سب سكريبت، في ارقام تحت الرقم ده تحت الاليمنت اي، ده بتكون تشير الى رقم الصف ورقم العمود. ودايما في المصفوفات او الميتريكس الجبرا تم الاتفاق على انه نبدا برقم الصف وبعدين رقم العمود في كل الكالكوليشنز وكل النوتيشنز بتاعتنا. اول بوينت افتر ديفايننج الميتريكس هي كلمه امتى نقول المصفوفات ايكوال. يعني لو عندك تو ماتريسيز الايكواليتي، ايكواليتي اوف ذا ماتريسيز، ده مهم جدا. ليه؟ لان في الريال نمبرز انت عندك رقمين، التو نمبرز عشان تعمل كومبير سهله، تقول مثلا رقم 3 و2 هل ايكوال ولا لا؟ they are not equal, it's very easy يعني. لكن في حاله المصفوفات، لان المصفوف عدد من الصفوف والاعمده، ف we need to confirm ان the equality of the matrices if you have each element equal to the corresponding element then we can say two matrices actually are equal. يعني امتى نقول المصفوفين متساويتين؟ لما يبقى كل عنصر مقابل او مساوي للعنصر المقابل ليه. يبقى each element equal to the corresponding element in the other matrix. يعني مثلا ال two matrices دول assuming دي المصفوفة A ودي المصفوفة B، امتى نقول A equal B؟ لو كان عندك ال element الأولاني اللي هو 1 1 A equal ال corresponding element 1 اللي هو ده A 1 1 equal A وده B 1 1 equal 2 وبعدين A 1 2 equal B 1 2 اللي هو 0 and so on. يعني لو عندي ال A equal 2 وال B equal 0 وال C equal 1 وال D equal 3 in that case هنقول ان ال A equal B. يعني لازم ال elements العناصر تساوي العناصر المقابلة، كل عنصر مساوي للعنصر المقابل، خلاص يتساوى في القيمة وتساوى في البوزيشن في المكان. يعني مثلا برضو ناخد مثال بسيط جدا، لو عندي two matrices بالشكل ده في مصفوفة عبارة عن 1 2 3 4 وفي عندي another matrix 1 2 3 4، هل التو ماتريسيز دول متساويين؟ assuming الماتريكس دي A والماتريكس دي B، هل التو ماتريسيز دول متساويين؟ الانسر لا. ليه؟ هما متساويين في القيم، الاليمنتس موجوده كلها متساويه يس، لكن البوزيشن نفسه مختلف. يعني هنا الفاليو دي 2 دي الفاليو دي 3 والعكس، الفاليو دي 3 الفاليو دو الفاليو دي تبقى 2. يبقى these two matrices they are not equal. يبقى عشان يبقى متساويين لازم كل عنصر يساوي المقابل ليه. هنا الواحد بتساوي الواحد يس، ثلاثة بتساوي الاثنين لا، اثنين بتساوي الثلاثة لا، أربعة بتساوي أربعة يس. يبقى لو عندك element واحد اختلف يبقى المصفوفتين غير متساويتين. ده very simply معنى الـ equality in the case of the matrices. طبعا very similar to real numbers you have operations over the matrices. احنا نفكركم سريعا كده العمليات الحسابية اللي بنعملها في حالة الأرقام الحقيقية هي ايه؟ الجمع والطرح والضرب والقسمة. في حالة المصفوفات almost we have very similar operations. هنشوف في بعض الفروقات الخاصة بالديفيجن وفي حالة الايه المالتيبليكيشن، لكن almost we have the same operations. لكن الحقيقة بالإضافة إلى دول في حاجة اسمها الترانسبوز اوف ذا ماتريكس قبل الايه الجمع والطرح وغيره. طبعا في حالة الريال نمبرز، عشان عندك في حالة الريال نمبرز لأنه عندك رقم واحد مفيش حاجة فكرة الترانسبوز مش موجودة. اوكي؟ لكن في الكيس بتاعة المصفوفات في حاجة اسمها ترانسبوز، ممكن يترجم المصفوف الماتريكس ترانسبوز، كلمة الترانسبوز ممكن نترجمها معكوس أو تدوير المصفوفة. تدوير المصفوفة يعني بنخلي الصفوف أعمدة والأعمدة صفوف. يبقى الترانسبوز اوف ذا ماتريكس ذات مينز يو ار اكشوالي ترانسبوز الكولومز تو بي روز اند فايس فيرسا. خلاص؟ يبقى انت بتحاول تعكس او تدور الصفوف تخليها اعمده ولا اعمده تبقى صفوف. يعني very similar very simply. اهو ناخد مثالين مع بعض سريع من اللي قدامنا من الليكشر نوتس اللي معاكم. هنا ال A دي ماتريكس 2 باي 2، الاول رو فيها 1 2، سكند رو 3 4. عشان تجيب ال A ترانسبوز هتعكس ال 1 2 تبقى هي الكولوم، يعني اول صف هيبقى بالنسبه لنا هو اول كولوم، والسكند رو اللي هو 3 4 هيبقى هو السكند كولوم. يبقى بتحول الصف عمود العمود صف، وده معنى الايه لترانسبوز. الحقيقه you have to be careful about the size of the matrix. يعني لو كانت عندك الماتريكس بي، what is the size of the matrix B؟ what is the size of the matrix B that we have now؟ الماتريكس بي هنا في عندي 4 by 1. That is the size of the matrix B. Now what is the size of the matrix B transpose؟ It's 1 by 4. We have to be careful about the size of the matrix and the size of the transpose for that matrix. Okay? Now look at the matrix C. The size of C
It's 2 by 4. You have 2 rows and 4 columns. صفين وأربع أعمدة. The C transpose, the first row, it will be the first column. Okay? The second row, it will be the second column. Now, the size for the matrix C transpose will be 4 by 2. The first operation for the matrix, the transpose, any matrix you can find the transpose for that matrix. كلمة transpose بالعربي زي ما قلنا هنترجمها معكوس أو تدوير. احنا مش مهم الترجمة بالعربي لكن تبقى عارف how to find it. انك تخلي الصف عمود والعمود صف وبالتالي السايز هيتعكس بتاع المصفوفة. عدد الصفوف هيتحول لعدد الأعمدة والعكس بالعكس. ده أول operation before adding or subtracting two matrices. Actually في أي operation مهم جدا ناخد بالنا من الكونديشنز. Before doing the operation you have to check have conditions or not. لأن في حالة المصفوفة زي ما قلنا في عندي set of rows and columns. وبالتالي دايما هيبقى في conditions قبل ما تعمل الاوبريشن. يعني اول operation after the transpose هي how to add or subtract two matrices او بنسميها الماتريكس addition. الحقيقه regardless ال notations دي كلها يعني كلها very can be very simplified with one example. ده example بالنسبه لنا اهو. في عندنا two matrices A and B. الماتريكس A it's a 3 by 3 والماتريكس B is still 3 by 3 the same size. Now, before adding two matrices, we have one condition, that is 3, okay? That's 3 by 3, and that's 3 by 3. Before adding two matrices, we have one condition. They have to have, to before add or subtract two matrices, they have to have the same size. يعني المصفوفتين أو أي مصفوفات عايز تجمعها أو تطرحها لازم تكون من نفس السايز. كلمة نفس السايز يعني عدد الصفوف في كل المصفوفات متساوية وعدد الأعمدة في كل المصفوفات متساوية. مش لازم يكون مصفوفتين بس، ممكن يبقوا 2 3 4 وات ايفر، لكن في الآخر أنا اللي يهمني نفس السايز. أوكي okay, now if I need to find A plus B can we find A plus B? Yes. Why? Because the A 3 by 3 that is size will be 3 by 3 that is size. If the same size, yes, then you can add them. If we can find A plus B and also we can find A minus B. نقدر نجمع أو نطرح. Okay. طيب how to find A plus B؟ إزاي تجمع مصفوفتين؟ بشكل بسيط جدا إزاي تجمع أو تطرح بنفس الطريقة الجمع أو الطرح إنك بتجمع العناصر المناظرة. أو بتطرح العناصر المناظرة. يعني very simply if A will be هنا أول element اللي هو A11 that corresponding to أو مناظر لمين؟ ل B11. يبقى لو قال لك find A plus B يبقى أول element هو A11 plus ال B11 أهو. يعني 1 plus 4 equal 5. 1 plus 4 equal 5. يبقى نجمع او نطرح العناصر المناظره بشكل مختصر. لان دي مش محتاجين نضيع فيها الحقيقه وقت كتير، يعني ده باي لوجيك. يعني how to add real numbers then you can add matrices. طيب السكند element مثلا ال A 1 2 plus ال B 1 2 تبقى 2 plus 2 plus 5 equal 7 and so on for all the corresponding elements. then ال A plus B it will be this matrix 3 by 3. طبعا باي لوجيك the same size of A and B it will be in a new matrix. طبعا if you add two matrices كأنك بالعربي كده بتعمل create أو كأنك بتخلق لمصفوفة جديدة، بتنشئ مصفوفة جديدة، بتنشئ مصفوفة جديدة. يبقى C هي A plus B ده مصفوفة جديدة بتبقى نفس السايز 3 by 3. يبقى can be طبعا في short questions ممكن في أسئلة قصيرة أقول لك إيه what are the conditions to add two matrices؟ تقول لي they have they have to have the same size أو they have the same size to be able to add or subtract two matrices. أنا مش هضيع وقت كتير في الجمع وطرح المصفوفات، لكن زي ما قلنا هو جمع أو طرح ال corresponding element. يعني بنفس الطريقة هنا أهو لو حبينا نشوف مع بعض إزاي تطرح مصفوفتين اللي هم ال A وال B نفسهم اللي فوق هنسميها من new matrix نسميها D. ال D A minus B تاني ال A 11 minus ال B 11 هيديك 1 minus 4 negative 3. ال second element A 12 minus B 12 اللي هو 2 minus 5 negative 3 and so on for all the corresponding elements. يبقى ال D اللي هي equal 1 minus B so it will be new matrix اللي هي دي 3 by 3 the same size. يبقى لو حالة الجمع بتجمع حالة الطرح بتطرح ال corresponding elements أو بتجمع العناصر المناظرة أو بتطرح العناصر المناظرة. طبعا whatever all the questions of the how to add subtract the same way يعني مفيش أي جديد بالنسبة لي ال point بتاعة جمع وطرح المصفوفات عشان بس إيه نختصر الجزئية دي ونوفر وقت للأجزاء المحتاجة شرح أكثر.
طيب هنا في امثله، يا ريت يعني يو هاف تو يعني ريفايز ذات. في كويستشنز محلوله كتير وفي اسئله غير محلوله كمان. هاو تو، طبعا هنا في مثال اداني ال A will be وقال لي find ال A plus B اهو in the same way that ال A the size of A it's 2 by 3, the size of B it's actually 2 by 3. How to add A plus B, very similar, it's very simply, you can find that, it's 2 by 3. Now I need to add one point, actually you have to give that one title. For if you have one matrix and you need to multiply the matrix by constant or scalar. يعني لو عندك مصفوفة وعايز تضربها في ثابت أو في رقم حقيقي، يعني مثلا المصفوفة اللي قدامنا اللي هي الـ A دي، ممكن تضرب أي مصفوفة في رقم. Yes we can do. يعني مثلا 2A, that means you are multiplying each element in A by the constant or the scalar 2. يعني لما اقول لك 2A كانك بتضرب كل عنصر في المصفوفه A مضروب في 2. مثلا the same way 3B لو قلت لك find 3B معناها كل عنصر في ال B will be multiplied by 3. بنسميها الـ scalar multiplication. وفي هنا مثال بسيط على الايديا دي في الليكتشر نوتس اللي معاكم. 2a معناها each element inside ال A multiplied by 2 and then you find a result in that way. اوكي يعني ده سهل مش عايزين نضيع فيها وقت. يبقى اي مصفوفه ممكن تضربها في ثابت، معناها هنا بتضرب كل element او كل عنصر في المصفوفه في الرقم الثابت ده. طبعا in the same way هنا الماتريكس A 2 by 3 الترانسبوز اوف A او معكوس او تدوير ال A هتبقى مصفوفه 3 في 2. طبعا ال A ترانسبوز اول عمود فيها هو كان اول صف في المصفوفه A، وزي ما قلنا والعكس بالعكس. اوكي يعني that just a quick revision for the how to add, how to subtract, how to find the transpose for the matrices. ال point اللي بيحصل فيها confusion الحقيقة ومحتاج أراجعها سريعا معاكم برضو وده الأوبجيكتيف، how to multiply two matrices، إزاي تضرب المصفوفات. الحقيقة زي ما قلنا في المحاضرات بتاعتنا we have different types of the matrix multiplication، في عندي أنواع مختلفة من ضرب المصفوفات، لكن انا عايز ابسط الامور واقول لكم الحقيقه انه انواع ضرب المصفوفات احنا عندنا اللي هو النورمال او اليوجوال ماتريكس مالتيبليكيشن اللي اخدتوه قبل كده في يعني سواء في مرحله الثانويه او غيرها. الطبيعي انه هاو تو مالتيبلاي ماتريسيز، يو كان مالتيبلاي رو باي كولوم اند فايند اليمنت، يعني ايتش رو ان ذا فيرست ماتريكس مالتيبلايد باي ذا كورسبوندينج او ذا ايتش رو ان ذا فيرست ماتريكس مالتيبلاي باي ايتش كولوم ان ذا سكند ماتريكس جيفينج يو وان اليمنت. That be actually what we mean by the matrix multiplication our course. بمعنى لو أخذنا كده بشكل بسيط جدا مصفوفتين، أنا أحاول أوضح الأيديا بالنوتيشنز وبعدين الأمثلة الحقيقة بتوضح أكثر، لكن ناخد النوتيشنز. بصوا معايا كده، دي matrix A زي ما قلنا 3 by 3 very simplified، والmatrix B برضو assuming إنها 3 by 3. أوكي لكن before multiplying two matrices زي ما قلنا في condition، في condition or conditions على حسب، لكن هشرح الاول how to multiply وبعدين based on that we can find the condition. الحقيقه المالتيبليكيشن معناها كده each row in the matrix A if I need to find before that assuming now I need to find A times B and the order is very important in the matrix multiplication. الترتيب مهم، A times B mostly not equal B times A، يعني الترتيب المالتيبليكيشن مهم. لما تقول A times B ليس بالضرورة بيساوي B times A، يعني in most of the cases they are not equal. I'm saying most of the cases not all the cases، في some special cases ممكن يحصل الإيكواليتي ممكن، لكن ال default أو ال general rule they are not equal. طيب if you need to multiply A by A, A times B لو عايز تضرب ال A في ال B each row in the first matrix we have A multiplied by each column in B that will give you one element and constructing a new matrix. بمعنى الصف الأول في A multiplied by the first column in B that will give you a new element. Okay in a new matrix. يبقى لما تضرب A في B هيديك new matrix وبالتالي النيو ماتريكس دي كل اليمنت فيها بتجيبه من خلال بتضرب الصف
في المصفوفه الاولى مضروبا في عمود في المصفوفه الثانيه. طيب انا هعمل يعني فيري سمبليفيكيشن يعني للايديا، وبعدين نرجع تاني للكلام النظري الموجود. يعني بشكل بسيط جدا الحقيقه انا عملت نفس الايديا في المحاضرات، يعني A times B assuming that equal C. هنا you have to hypothesize to check the conditions. ليه؟ لانه ال A whatever the number of columns in A that ال A matrix multiplied by ال column in the matrix B. انا بحاول اوضح ده الحقيقه بال notations. يبقى whatever the number of row whatever the number of columns. اللي يهمني الحقيقه الايه how to multiply. يبقى each row assuming the first row now to explain the idea multiplied by the first column in the second matrix that will give you only one element in the matrix C. ده هيديك the first element in the matrix C هنا اللي هو C11. يبقى the first row in A multiplied by the first column in B that will give you C11, only one element in C. So in the same way, if I need to find C23, assuming that I need to find C23, that means I will multiply a second row in A multiplied by a third column in B. يعني في المصفوفة الجديدة اللي هي C لو عايز اجيب الاليمنت C23 معناها هضرب الصف الثاني في الA مضروبا في العمود الثالث في الB and so on. Based on that we can find that the matrix multiplication. Based on that we can find the conditions. يبقى هل اي مصفوفتين ممكن نضربهم بالطريقة دي؟ الاجابة لا. واضح جدا هنا ان لازم عدد الاعمدة في الاولى number of columns in matrix A has to be equal to the number of rows in the second matrix B. يعني طريقة الضرب اللي قدامنا دي غالبا هتحط علينا شرط مهم جدا انه عدد الاعمدة في المصفوفة الاولى هيساوي عدد الصفوف في المصفوفة الثانية عشان يديك new matrix هنسميها C. طيب انا قلت في المحاضرات مش يعني سهل جدا تعمل تشيك على الكونديشنز. ازاي؟ انك تحط السايز بتاع الاي مثلا، ده السايز بتاع الاي assuming ان هو كان 5 باي 4 كمثال من عندنا 5 باي 4، وبعدين السايز بتاع البي برضو تحطه assuming ده كان 4 باي 3. اوكي يبقى تشيك التو فاليوز انسايد هنا 5 by 4 and 4 by 3 check these two values. If they are equal then you can multiply two matrices. Why? لان ال value اللي جوه دي هي number of columns اللي هو ال A اللي خاص بـ ال A، وال second value هي number of rows in B. يبقى two values دول لو هما equal yes then you can multiply. The remaining numbers will give you size of the resulting ماتريكس. المصفوفة اللي هتنتج عن حاصل الضرب دي اللي هي السي هيبقى الحجم بتاعها كام بعد ما تحذف الأربعة مع الأربعة؟ بقى لك 5 في 3، يبقى السايز بتاع السي 5 باي 3. دي طريقة سهلة جدا، منها بتعمل تشيك على الكونديشنز بتاعة المالتيبليكيشن، وفي نفس الوقت بتطلع السايز بتاع النيو ماتريكس افتر المالتيبليكيشن. اوكي يبقى لو سمحت انت وبتعمل ماتريكس مالتيبليكيشن قبل ما تعمل اي اوبريشن او جمع وطرح وات ايفر، انك اول حاجه هتعملها تكتب التو ماتريسيز جنب بعض وبالتالي تبدا تتشيك. طيب دلوقتي اشوم عايز اجيب البي تايمز الاي، نفس التو ماتريسيز هم اشومينج ده عايز اشوفه، حط السايز بتاع البي. البي هنا بالنسبه لنا 4 باي 3 ده السايز الجيفن اهو فوق نقلته زي ما هو، والسايز بتاع ال A 5 باي 4. هنا السؤال can we multiply B times A؟ الانسر نو. ليه؟ لان التو فاليوز الانسايد دول they are not equal then we cannot multiply B times A. ده مهم جدا، وعشان كده بقول في اغلب الاحيان A times B، بقول most of the cases الجنرال رول انه not equal B times A.
ده مثال واضح جدا اهو، ممكن تجيب الاي في البي لكن مش هتقدر تجيب البي في الاي. اوكي، وي كان مالتبلاي اي تايمز بي بات وي كان نوت مالتبلاي بي تايمز اي. ده مهم جدا، الجنرال ايديا بتاعت المالتبليكيشن. طيب ناخد مثال سريع، دايما بنضرب صف كامل في عمود كامل يديك 1 element. اوكي، عشان في ناس بتغلط جدا انها تاخد تضرب element في element وتطلعه كانه نتيجه لوحده. هتشوف مثال معاكم حالا، الكيس بتاعت الاي والبي اللي هم 2 باي 2. طيب انا مش عايز اخلي المحاضره طويله الحقيقه، عايز اخلص الجزء ده بتاع المالتيبليكيشن ونعمل محاضره على الديترمننت والماتريكس انفرس. ده مثال، نكمل المثال بتاع النمبرز اهو، النوتيشنز اقصد الاول، نوتيشنز ده a11 a12 a13 مضروبا في b1 1 b21 b31، بتحط النمبرز مع بعض نوتيشنز يديك الاي، يديك اول element. هنا الماتريكس a 3 باي 3 والماتريكس بي 3 باي 3، كان يو مالتبلاي؟ يس، لان ال 3 ايكوال 3 اللي هم تو فاليوز انسايد النيو ماتريكس هتبقى 3 باي 3، عشان كده نتوقع دي عباره عن 3 باي 3، وكل element جاي من حاصل ضرب صف في عمود، ده حاصل ضرب صف في عمود، ده حاصل ضرب صف في عمود، وهكذا. طبعا تقدر تعرف انهي صف وانهي عمود؟ يس، يعني مثلا الاليمنت ده، لا اوكي خلينا ناخد الاليمنت ده، الاليمنت ده عباره عن ايه؟ موقعه فين هنا؟ موقعه فين في الماتريكس؟ عباره عن لو سمينا الماتريكس A في البي سي زي ما انا كاتب فوق اهو، ده كانه سي 3 3، يعني الاليمنت ده جاي من خلال ضرب الصف الثالث في العمود الثالث في المصفوفه. بص كده A 3 1 times B 1 3 اهو and so on. اوكي، يبقى هنا according to the position you can find the row and column then you can multiply them. ناخد مثال just we can actually explain the idea in numbers. ناخد مثال مع بعض بالارقام يوضح الفكره. في عندي two matrices هنا، الماتريكس الاولى A عباره عن السايز 3 by 3 والماتريكس الثانيه B برضه 3 by 3. هنا السؤال can we need to find C times AB. طيب A times B pot size 3 by 3 will be 3 by 3. هنا ال 2 numbers inside نوضح دي نخليها 3. اوكي، ال 2 numbers inside هم عباره عن 3 و 3. yes they are equal. yes يبقى yes we can multiply. طب the new matrix عباره عن هنسميها C. what is the size of C؟ تبقى 3 by 3. اوكي، in square matrix طبعا لما ال a square وال b square the same size يبقى result تبقى square matrix with the same size. طيب هنا ال c هي 3 by 3، يبقى assuming لو انا حبيت اكتب كده نحط الاول ال c هيبقى فيها 3 elements in each row، يبقى انت محتاج تجيب 9 elements. ال first element اللي هو ده عبارة عن ايه؟ ده C11. How to find C11 الاليمنت ده؟ هنجيبه من خلال C11 ال1 الأولى معناها الصف الأول في الـ A، و1 الثانية معناها العمود الأول في الـ B. يعني معناها كده هتضرب 1 times 4 plus 2 times 7 plus 3 times 1 أهو. 1 times 4 plus 2 times 7 plus 3 times 1 adding them up will give you a 21. طيب الاليمنت اللي بعده اللي هو ده عبارة عن ايه؟ C21. ليه 21؟ لانه في الصف الثاني العمود الاول. طب how to find C21؟ ال 2 الرقم الاولاني اللي هو 2 بتاع الصف الرو second row وال 1 بتاعت الكولوم، يبقى الصف second row in A الصف الثاني في A مضروبا في العمود الأول في ال B أهو. ده to find the element ده اللي هو في الآخر هيبقى 57 عندنا. طيب how؟ هناخد الأول ال second row، يبقى 4 times 4 plus 5 times 7 plus 6 times 1، كل element مضروب في المقابل وتجمع، يعني 4 في 4 زائد 5 في 7 زائد 6 في 1، اجمع ده بالآلة يديك كام؟ يديك 57. ناخد كمان another element، الإليمنت الأخير في نفس العمود ده C31.
how to find C31. برضه نعمل كلين للمصفوفة هنا الأول، الـ A في الـ B. C31 الرقم الأولاني 3 معناه الصف الثالث في الـ A، 1 معناه الكولومن الأولاني في الـ B، يعني 7 في 4 زائد 8 في 7 زائد 9 في 1، أهو 7 في 4 زائد 8 في 7 زائد 9 في 1، بالآلة تجمع ده يديك 93. طبعًا أنا طبعًا بحاول تشيك أي الأنسر، لكن دي الواي المهم بالنسبه للطريقه، لكن ممكن تغلط في الجامعه الطرح وارد، عشان كده بقول لكم لو سمحتوا بليز بي كيرفول اباوت هاو تو اد اند سبتراكت، لان الحقيقه اكثر الاخطاء بتنتج في الميتريكس الجبرا في الجامعه والطرح والضرب. تخيلوا يعني ممكن يبقى واحد ماشي صح كويس قوي بيحسب كالكوليشن صح والطريقه صح، لكن يغلط في الجامعه والطرح وتغير نتيجه تماما مختلفه، وده طبعا بيخسره درجات. طيب هتمشي بنفس الطريقه تجيب السي 2 1، ازاي تجيب السي 2 1؟ تبقى الصف الثاني في العمود سوري ذات ويل بي سي 1 2 سوري سي 1 2، لان الرقم الاولاني للصف والرقم الثاني العمود سي 1 2 يعني معناها الصف الاول مضروب في العمود الثاني، وبعدين سي 2 2 وبعدين سي 3 2 and then find سي 1 3 سي 2 3 and then C33. طبعا الكالكوليشنز كلها موجوده انا عملها لكم بي يعني ستيب باي ستيب، then you can check that. ده معناه how to multiply two matrices. يبقى مهم جدا الكونديشن، ممكن تلاقي فيه سؤال بسيط اسالك كده اقول لك what is the condition to multiply two matrices. You have to check the condition to say the number of columns in the first matrix equal the number of rows in the second matrix. اغلب الناس بتغلط ويقول لي عدد الصفوف في الاولى بيساوي عدد الأعمدة في الثانية، غلط العكس، عدد الأعمدة في الأولى يساوي عدد الصفوف في الثانية، والترتيب في المالتيبليكيشن مهم، دي الملاحظة الثانية. أوكي طيب في طبعا نوتس وفي حاجات، لكن نبص كده مع بعض على سوري نبص مع بعض على الأجزاء اللي أنا عايز أقولها سريعا مع بعض، وبعدين نشوف البوينت دي. طيب يبقى ده مثال another example عندك هنا، إيه بيتكلم على المالتيبليكيشن وغيره، وهنشوف ده مع بعض سريعا. طيب هنا في another notes، في بعض النوتس على الماتريكس ناخد بالنا هقولها لكم سريعا. انا قلت بعضهم انا بشرح الحقيقه. اول نوت ان ال A B not all the time equal B A، not necessarily equal B A. نعم صحيح ممكن تبقى equal لكن تبقى special case. ال A if you have ال A C equal B C then A might not be equal might not equal to B. يعني لو عندك A times C equal B times C ليس معناها بالضرورة A equal B. ده ملاحظة مهمة. If you have AB or A times B equal 0 it's not necessary that A equal 0 or B equal 0. يعني في مصفوفتين ممكن تضربهم في بعض يدوك 0، ده مش معناه ان واحدة فيهم equal 0، بالعكس. وده في كل نوت وليها الحقيقة ملاحظات او ليها application او ليها example. يعني في كل ملاحظة انا مديكم بعض الامثلة، يعني مثلا اهو عندي ال A عبارة عن all the elements 1 وال B ال off diagonals equal negative 1 او المين diagonal 1 وال F diagonal is negative 1، لو عملت لهم multiplication هيديك ال 0 matrix. اوكي ال 0 matrix دي ملاحظة مهمة. طبعا في هنا لو قلت لك ال A squared، لو عندك المصفوفة A خلاص قلت لك A squared ده معناه انك بتضرب ال A times itself، كأنك بتضرب ال A في ال A خلاص. طب لو ال A to power P معناه بتضرب ال A في نفسها P times أو P factors and so on. دي ملاحظة مهمة جدا هنشوف ده. Also you have to be careful that in ال A times B all to power B A times B all to power B that not necessary all the time equal A to power B A to power P times B to power P. اوكي دي ملاحظة مهمة جدا في البوينتس بتاعتنا، يعني بليز الناس تاخد بالها ان الكوستشنز دي انا ممكن اجيبها شورت انسرز، يعني ممكن نجيب دي اجزاء نجيبها في بعض الاسئلة في ام سي كيو كوستشنز زي ما عملنا في البروبابيلتي، ممكن نجيب ده وهدربكم ان شاء الله على البوينتس دي. في طبعا نظر هنا نوتس اي ثينك انه اهم حاجه عرفنا الاي انها الايدنتيتي ماتريكس، عرفنا الزيرو انها الزيرو ماتريكس، وهنا في سام كاركترستكس اوف هاو تو ملتبلاي الماتريسيز، الكي هنا كونستانت او اني ريال نمبر. اوكي اوكي
Okay, so now you have LB plus C all times A that you can distribute actually, okay? And that is normal. لكن أهم ملاحظة بتاعت الترانسبوز. AB all to power T معناها AB transpose that equal, be careful, that equal B transpose times A transpose. دي relation مهمة جدا الحقيقة إن أغلب الناس بتغلط فيها إن يقول لي A transpose times B transpose. No, you have to reverse the order of the multiplication for the matrices, okay? So now please be careful about the notes دي في lecture notes. كده أنا بسجل لكم المحاضرة عشان أكد على بعض الأجزاء اللي إحنا الحقيقة ما لقيناش وقت نأكد عليها وده أهمية الإيه الفيديوز اللي إحنا بنعملها. هنا في example 4 إداني الماتريكس A وقال لي verify that A squared minus A minus 6 times I equal 0 matrix. يبقى ال A squared يعني multiply ال A by itself يعني نجيب ال A times ال A minus ال A itself بعدين minus 6i. هنا ال I ال identity matrix هي square وتبقى على حسب السايز بتاع ال A. يعني لو ال A هي 2 by 2 يبقى هنا هتحط ال I تبقى 2 by 2. تبقى ال I هنا في المثال ده equal A equal 1001 تبقى A 2 by 2 matrix. And then apply we check that you'll find that exactly yes equal is 0. Zero matrix, okay? عشان بس يبقى دي clear point for you. Please الناس طبعا احنا وقفنا لغايه الجزئيه دي. الاكسامبلز اللي فيها الفورميليشنز دي احنا نرجع لها بعدين later on. اللي يهمني احنا وصلنا لغايه البوينت بتاعت how to multiply two matrices and we covered the notes for the matrices. هنبدا ان شاء الله المحاضره اللي جايه على طول التسجيل اللي بعد ده هنتكلم على الديترمينانتس how to find the determinants and the inverse for the matrix. طبعا هبدأ بالجنرال كيس. الجنرال كيس هاخد كويك ريفيجن على 2 باي 2 اند ذن الجنرال كيس. شكرا ليكم يا شباب وان شاء الله اتمنى انكم تستفيدوا بالتسجيل ده وهنكمل ان شاء الله الاجزاء الباقيه من الكورس بتاعنا.